إلى ذلك، وزعت جمعية الهلال الأحمر اليمني مواد غذائية للأسر النازحة في مديرية حيس بالحديدة مقدمة من الصليب الأحمر الدولي. أفاد مراسلنا أنه يستفيد من المساعدات الغذائية 1500 أسرة نازحة ممن يعيشون في القرى والعزل الريفية، بالإضافة إلى 90 أسرة محتاجة من السكان الأصليين بالمديرية، ويستمر التوزيع لمدة 4 أيام. وأسهمت المساعدات الغذائية في التخفيف من معاناة مئات الأسر التي شردتها الحرب وتعيش في القرى الريفية المحررة ظروفا إنسانية ويفتقرون لأبسط الاحتياجات الأساسية. وتستوعب مدينة حيس وريفها المحرر أكثر من 4000 أسرة نازحة، وما يزيد عن 3000 أسرة محرومة من المساعدات منذ نزوحها وتفتقر للغذاء والإيواء. نتقدم الشكر الجزيل للأخوة في الصليب الأحمر الدولي ولشريكهم الهلال الأحمر اليمني، وهذه الكمية غطت حوالي أكثر من عزلة في مديرية حيس، وهذه الكمية تقريبا هي الدفعة الخامسة من المساعدات التي تصل إلينا من الصليب الأحمر. 1590 سلة، منها 90 سلة للمجتمع المضيف و1500 للنازحين. كما نود الإشارة بأن يوجد لدينا في مديرية حيس 4860 أسرة نازحة، منهم 3200 لا يستلمون الغذاء نهائيا، وحاولنا أن نعالج ونتواصل بالمنظمات والجمعيات التي تقوم بالدعم في الغذاء قبل رمضان، وعقدنا اجتماع معهم جميعا لمساعدة النازحين وإغاثتهم في الغذاء، كون أصبح الدعم ضعيف جدا 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 ولا يلبي الاحتياجات، وتحقق المنظمات بقلة وشحة الدعم الدولي لهم. نأمل من الإخوة المانحين والمجتمع الدولي والمنظمات والجمعيات وفاعلي الخير أن يتبنوا إغاثة النازحين والاهتمام بهذه الشريحة.